يا مساكم خير ونور وسرور وبركة من رب غفور. مساكم الله بالخير، كيف حالكم وكيف انتم؟ موقعي ما ادري انا في اي مكان، لكن اظني شو هالبيوت ها اللي منكم يدلها؟ ما يدري وين بيوت غاوية، اعتقد تبي كلها بيوتها غاوية. خبرنكم انا وين بفطر، بفطر في الجميرة عند الشعافرة، وان شاء الله بفطر ان شاء الله اني اوصل على التيم، يعني ما اتاخر على العرب، يعني انا الظاهر اني بتاخر، ما ظني الحين باقي 15 دقيقه والفطور الساعه من اوصل برمسكم عاده. انا الحين ما بروم ارمس لان قدامي زحمه وايد، و يعني ما ادري شو بعد، خلاص ما لي خاطر ارمس، ما عليكم من رمس، حط ما لي خاطر ارمس، اخاف اتخاذه وانا اسوق، ومكان ما جيته اول ودي يا ين بيت، وتدرون متى يا ين بيت متدرون متى؟ ويا اول ويمنو ويا طه بن عبد الجليل قبل يمكن 27 سنة. والله يني انا عن ابو من يوم انا صغير، سيراتي وهياتي كله ويا الكمبانية عن ابو، بل انا ما قديت كمبانية انا والله العظيم. يوم شوبت ويا الكمبانية، يوم انا صغير سيراتي وهياتي ويا الكمبانية ويا عيال الكمبانية عن ابو، بل انا ما قديت كمبانية انا. يا اخي زحمة قدامنا، هذا وين يقول لك تغلق الدرب، هذا تغلق الدرب بالهالمصر يقولون خنقة. يا حافظ على هالخيمة، انفحح بخطر بعد. على بعد 300 متر الاتجاه نحو اليسار. يا ابو هال 300 متر يمنا اشوفن، وهالخمس دقايق ما بطيعاتي يخفن، لا هذا كن خفن. مازين اللي هالفريج يا حافظ عليه، انا اظن اللي هالفريج انجليز، سيايرهم سيايير انجليز. هو ليش قلت انا فريج انجليز؟ لاني ما اشوف درامات كشرة مزرة فيه، عاد لو فريج عرب تلقط درامات بكشرة بازر الدنيا مبسورة. خدمتهم كلها بقياس، يعني على ما قالوا قوت على اللي يموت، ولا نحن ما شاء الله عرب كله تول. الاتجاه نحو اليمين، هذي طريقي مال جوجل سوى مثل مخيط العمية، يمين ويسار ويمين ويسار، بعدني بوي اظني بنوصل عند العرب مرة وقت اللداء، عشان حد يروم يصير هالنمونة كما علي السموحة والعذر. ان شاء الله دخيل الله ما يدنا ونحن في سيارتنا. ايه هو اللي بعد 600 متر وجهتك على اليمين، يقول لك انا ما كذب قدمت ان شاء الله. وجهتك على اليمين. هني هالبنية الغاوية نورة بنت حسين. هذه نورة بنت حسين. ما شاء الله على نورة، نورة وهي نورة، يعني الله يحفظك. تسلم يا عبدالله، تسلم تسلم. هاي بوي نورة بنت حسين، بوي الشيخ بوي حمدان بن محمد بن راشد. الله يطول عمرك، تسلم. يا سلام. الحين حسين الشفار، انا كم اللي ما تلاقيت وياك اكثر من 27 سنه. نعم والله اكثر بعد. كاني توني مفارج النقاط. زين. بس الربع اللي انا ما شفتكم من سنين، يا غير يوم شفتكم متهردمين. متهردمين وايد، هذا واحد مثلا منهم. عزيز وغالي، عزيز وغالي، غالي. السر اللي بعك تبارك الرحمن متماسك وغادي فنان. الرياضه. انا الحين وصلت 50 الحمد لله. رياضه، لا تطلعون رياضه والله يا اخوان. كمل؟ انا فوق 70 ما شاء الله تبارك، اكل بعيد الحمد لله. لا يا ولا 70 بعك عيل فنان. زين ابو حسين، نعم. الناس بتعرف شو السر هذا اللي انت عندك؟ شوفوا يا جماعه الرياضه زينه والله يا اخواني، خليك جوتي في السياره ومش اي مكان سوي رياضه. في البلاد مثلا ساير حتى لما في البلاد في مهمه رسميه لو تمشي 45 دقيقه في اليوم مشي زين تفيدك، تحرك الدم، تحرق الدهون. في حر وما فينا على الحر وما ادري شو الحر، احسن شيء طال عمرك عشان تحرق الجسم، تحرق الشحم وتعرق، احسن فايده الشحم. شوف سيكل بعد سمعت سيكل، نعم الله يطول عمره، مسوي لنا الحلبه والسياق والعالم تسوق ليل ونهار ما يوقف. الحمد لله. رياضتك المفضلة والله طال عمرك انا المشي، انا وايد احب المشي، بتمشي في المول، بتمشي في الشارع، بتمشي على البحر، المشي بعدين ما في اصابات. اكلك كيف؟ اكلي طال عمرك العشاء ما كثر.
الغداء طال عمرك ما عندي مشكلة بالعيوب، بس العشاء ما كثر. ما شاء الله عليك أنت طالع. ما شاء الله. قول أمس مفارجني يا جماعة. ما شاء الله. الله يحفظكم ويخليكم. الله يحفظكم ويخليكم. الصلاة والنظافة. قل المغذى والابتسامة. الحمد لله. ابن المحول عبد الله المري والنعم سيف بن علي الشعفار زيد صلاح سعيد محمد حسن مال الله السم جيب ايه محمد رمضان احمد رمضان مطوعنا وهذاك العماني ومني هذا طارق الحمد وصل الكويتي السابق والنعم فيصل الشعفار عبد الله الحاي عبد الله الحاي صد ابو وياي بارك الله فيه ناق منا نبوه السلام عليكم ابو خمسين مرحبا 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 ملاي ولا يسدد ابوي جيبنا ها حمدان المزروعي والنعم عبد الله الشعفار عبد الله وهذا اخي خالد الحاي والله والنعم سعيد العماني ما شاء الله حارب الماس شاهين شاهين سلام عليك ابوي حارب جد متلاقي من هذا الرجال منو اليوم تحديهم في عز البطين الرجال لألف نيمه على ستوفه هذا هو تحيدونه اللي تحيدون في عز البطيط هي نعم راعي الجميرة لك نيمة ولك طير ولك تاج يا ربي متضالن محمد بن جمال الشعفار ما شاء الله عليك هذا ابوك الفناني يعني الله يحفظه الله يسلمك يا محمد ابوي بس لا خليت منكم بس ابوي بس من هالمساوق لا 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 بس لازم تجرب لا ابوي بس يعلني افداك بس ابوي زين نعيون خالي هذه ليه احنا لاحظتنا بالله رب العالمين الله ستر وصلت على التين زي كنت زايغ اني اوصل مخر زي وصلت وياهت العرب اذن دخلنا على الفطور الفطور على الله يحفظكم مما عاد بني اسرائيل مما تشتهي النفس تحيدوني في رمضان ما في كرم ما اصور انا المآدب والاكل لكن هذا خير عند بيوت كلها لكن عندهم شيء مميز شيء انا الاول اضرب بالوصول في كل مكان ما سمعت شو تقول ابويا فريتنا غلطت يوميه العصر ابويا بحد يشوفك ما يغلط انت اول شيء بطعم من الساقو وبرد بشرب باخلي فنيالين قهوه وبرد اخذ من العصيده اصبر علي ايه صح ولا لا يا رك الله خالق الله يحفظك يا سعيد يسلمك ويبارك فيك يا مرحبا يا مرحبا وين بلادكم ابو فعمان شيخي ادم والنعم والنعم راعي ادم تعال تعال وانا بصور زين يلا الحين جالس اصور هو انا اصور هي زين وينها جالس اصور؟ اي بين قمنا السمت عاد الحين بعدين بس يفهم ما تعصي عاديه لا 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 الحين السمت ما يباك تايلس عدالي سعيد ليش سمت ليش يا برادر غالي حبيب حاضرين تعال هم ربي خلقني تحيدوني امدح لكم الهريس تتمايا طو تتمايا طو فنان وما شجراته وحب جاسي وحب لين وغادي فنان ابدا ابوي الوطر هالي خطف من خلجت لين اليوم ثري ابوي ما كلت هريس ابوي الهريسه هريسه الشعافه ابدا وارفع القلم هريسة الشعافة لحد يدور خدمة ابوي هريسة الشعافة فرع الجميرة لحد يدور شرافة هاي طلعت ابوي تحت اشراف شمسة بنت خلفان المسعود يعني الله يطول بعمرها ويحفظها بنت خلفان بارك الله فيها وفي ان شاء الله درية طول حياتنا نحن من ثبتنا العبرة هريسة نتينا من بيتيارتنا عبرة المسعود بطين انزين ترى هريسة هريس ابوي ما بكل حد يخدمه وايد العرب اللي تخدم الهريس وايد اللي يطرون الهريس وايد اللي يطعمون الهريس يا غير هريس عن هريس تفرق الله يحفظهم ابوني الدهر كله اضرب بالوصوف هريسه تقوم عفرة المسكين انزين يوم عدى اليوم لان شيء مخالف تضح راعيه البيت هذا اللي انا فيه بنت اخو عفرة المسعود يعني خوصا بخوص ورقعه السم خصة خوصا بخوص بنت اخو يعني خوصا بخوص رقعه السم خصف خلي الكولات اللي وايد يمكن الذباح لا ينعدى ولا ينحصن السمك بنوا حربيان مشخول محمر برياني كم النمون كل شيء تسوي تشوي ثلاث اربع نمون ما في شيء ما بحاطينه منه يا غير هالي خبرك شايتين وحده عديت عليكم والحين بعد لكم الثاني الاوليه اللي هي الهريسه
وثانيا الشوف شيء ما بصدقون الشوف. هاي الثاني ابوي مسويني على الله يحفظكم مرقه عومه مسوي يعني مرقه عومه وعيش نثري. ما بعيش لبجي لا عيش نثري يعني مرقه العوم. والله يا ابو دبيت الصحن لين عينه وديتين دبيت العيشه لين عينه. قلت في خاطري قالوا لي قبل قلت لا انا ترى ما بظهر ياكل انا المغرب لما تحيدوا هريسه وشوربه. انت ما كلت المغرب اكثر غير هريسه وشوربه وساعة دون ساعة سمبوسة مشواية ساعة دون ساعة قبل تن عليها لين عاد الساعة واحدة في الليل يبتدي سحوري اللي تحيدونه إن شاء الله. حسين بس لا خليت منك بس يا حسين بس يا حسين بس يا حسين بس يا حسين بارك الله فيك. عيس يا بك كلنا خدامك يا المقولة هاي سامع بها هي كلنا خدامك يا البرمة ريال منا والحرمة. لازم نزيدك 4 كيلو اليوم. لا زدت اصلا زين. فاقول لكم الشاي الثاني مسوين مرقة عومة. والله يا ابوكم يا صردت لا يمت لين ما العود احتل رحم ابوي بالنعت والوصف هالجميلة بمرقة العومة. يعني شوف ترى شيء تول مسوين ما طريته هنا اكل في الدنيا ما محتاج من كل شيء 3-4 نمومة. الفريد كذا نمومة الشوي كذا نمومة ما بعرف لذلك ما بعده هنا. هذا اللي لفت انتباهي وانا طالع عماركم ما يصغرني الصفير محبي اصفر ما صد ده يوم بيقولوا لي خالد ولا ابو محمد صديت ها كله ما يمزر انا فزت فيه اليوم. هي هديك انت هدية حقي انا هدية منك لك حمدان هدية مني انا حق حمدان الرمسة هالته الرمسة حين أبوية الجانسة الرمسة أيوة زين جايزة هاي من كنته الحمدان من أنا الحمدان يستوي عادة ما أعرف شو داخل هالجايزة رد على موضوعنا. فأقولكم المايوب بهذا الوية غير المميز اللي محدش تسوى شراته كل شغله مميز رقم واحد أحسن على رقم واحد بعد. وأنا روحي خدم كل خدمة وبيتي خدم كل خدمة ولا حد يخدم خدمتنا وخدمتنا ينضرب بها الوصوف يا خير شيء عن شيء يفرق. قول الحق ولو على أنا أبوي ها شو ها حلاوة حلاوة بس أبوي علينا كم بنصرط بس لا خليت منك بس أبوي بس أبوي بس أبوي بس لا خليت منك بس أبوي بس هذا عندي حبيبي بطعم منك شيء شويونه يا ربي الحمد. فأقول لكم كل خدمة عرفها واكل وين ما أصير ما واكل تحت الصندقة هاكل في خيمة هاكل تحت سناح هاكل عند الشيخ وعند عشيري آكل. خدمتهم في البيت هذا شيء لا صار ولا استوى ولايتي. يقولوا لك البيت اللي يرمون رم ما حد يرم شراته فهو بيت الشعافرة اللي في الجميرة بيت حرقان. هاش الحين بس يا ابوي علينا لا خليت منك بس ابوي بارك ها لازم من الرهاش من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي بعد الله عليك السم يا سلام عليك بسم الله السم يا ربي عليك الله يحفظك أزيد وغالي والله يا كات والدنيا عليك تسلم الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك يا السم انت غديت مشهور الحين في الشويهات انت شاهد الله يحفظك انت بونك مشهور انا حياة بيت حياة راشد الله غافله وخاله وسعيد الطاير وسعيد الطاير سعيد فنطوق يوم نحن عندكم خالي نعم زين نحن مشاهد بيتكم الطرف هذا نحن نحن في طرف بيت حياة الشيخة بنت سعيد وين الدوار اللي فيه الطير؟ دوار الصقر نعم دوار الصقر؟ بشوف نحن بيتنا في الطرف مرة في الدرب هاي ايه باعوا حياة ابوي بستين الف كان ريال حد يبيع بيت بستين؟ تمتعد العرب ابوي من الرهش المان بس عليك ابوي بس عليك لا خليت منك الله الله في عمرك يا رجال سكر وضغط يا ابوي حسبه والله لي قديم من صيد امس أنا بكبري جديد.
على الله يحفظك. كان من استويت غرامي الشواط من يوم انا ياهل ما يلس الا ويا الناس الكبار في السن، فلذلك خدت رمستهم وعلمهم وخبرهم كامل. اما ستينيات انا طايح في 60 في 63 عيز حيله حينه. شوف الحين هذا سعيد ولد احمد بن محمود البلوشي ابوه المعرف في العيد هيا يا صوره انا ما ابي يا صوره عيال اذا مره اتروعت انا اندوف. اجمل انسان كان في العين هو ابوك انت، جمال منظر، جمال منظر ومخبر وربعه طيبين، ربعه ابو خليفه عليه الجنه ونعيمه. اي نعم يسد هذا بس احمد بن محمود من ربع الشيخ زايد الاوليين الخاصين يعني مش بعد اي ربيع. سبحان الله احمد بن محمود ينضرب بالوصوف في الجمال يا غير ما شاء الله. سعيد ما لحق اظني ما لحق تبوي توي تاخرت. هو ظهر هاي في الدحانه، شوف الدله اخر الدله، هذا ظهر في الدحانه. هذا ابوي مالك رخصه، مالك رخصه. ايلس ايلس خلينا نرمس وياك لين يميل العود ويحتني. اي نعم يا ربي احبك على فضله ويبارك فيك. الحين انت من ابوي؟ انا خالد من جمال الحاي. والله والنعم والنعم. ابوك جمال الحاي هاك الفنان اللي ينضرب بالوصوف الغاوي. حسين وجمال جمال الحاي خواله. اي انت الحين انت خوالك خوال الشعافره. خوال الشعافره. تقول لي؟ خواله يقول لك حسين وجمال وعلي واحمد. والله والنعم والنعم فيهم وفيك. الله يطول ابوك يا ابوك. شي عندك مصور ابوك هربي؟ لا 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 جيج 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 جيج. ها سمعت ولا قال جيج؟ توتبت. بس عليك يا العماني، بس بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا العماني. عين يا ولد الحلال ما شاء الله صدرك تدفع بمحمل على الله يبارك. ما شاء الله عليك ما شاء الله. هاي يوم يقول صدري يدفع بمحمل هذا هو يطرون الريال. هذا ابوي هذا يوم يقول لك جمال جمال وهو جمال. شوف الزين شوف الزين ويا عاد ويا المعذب الشيوخ ويا الشيوخ الكبار على الله يحفظهم. ابوي الحمد لله انك شابهت ابوك. الله يطول عمرك. الحمد لله انك شابهت. ما انا ما قصر بخوالك لكن الحمد لله عاد رب العالمين خلق وفرق. الله يطول عمرك يوم حسين ابوي سابع جمال ابوي حبيبي ترى لا احد ياخذ على رمستي محض الجد. نحن عاد الخوال والنعم لكن جدال الدهر كان يضرب بالوصوف اسم على مسمى. اي والله اي كان توه ظاهر صيت جمال عبد الناصر وسمى وقوم ابوه فيلم اللي سموه جمال. هنا هنا عم هنا عم هنا عم هنا عم في الامارات بعد شيء اغاني ثوريه لكن ما حد درابها عن حياه جمال. هذه صوره حياه زايدي عليه الجنه ويا احمد بن محمود البلوشي. شوفوا هذا احمد بن محمود وهذا صدق جاي. ها لا شبه خلي ولا كنه هي فرق ابوي الثرى عن الثريا. ابوه ويه ملائكي عليه الجنه. اخوها اي نعم محمد اي نعم السفير في القاهره. اي نعم شايفنه وعارفه. وابراهيم ابراهيم محمود يا سلام يوجف الماشي. ها اقول لك هذا في الدحان ظاهر هذا يقول لك ثلاث تلايا ولا يبات اخر النسل الله بالمستعان. شو هذا حينه؟ هذا فان مطرشل لك اياه عقيل فلك ناس. فان؟ فان انا ابوي ما داري فان. هذا هاي هديه عقيل فلك ناس. لا لا يا ودوب ودي حق مكران. هذا يا ودوب ودي حق مكران. خلاص حط لي السيارة هذا حق مكران. ولا بطل وحده بطل. صدق هذا مكران؟ أه؟ صدق اللي ياكلون الهنود الاول؟ بطل شوي شوي اي هذا اه مجهز مرتب لا مسواي بطريقه شيوخيه ماشي. اي والله ها شو رايك خالد؟ يا ربي بعد حد يا حد يستعمل فان هالزمان؟ ها الياسين يصورونك يا الضبعة. ها كله شافوه. الحين تبي مدح؟ مدحت ابوك مديحي في ابوك ابوي يسد عن كل حد. اي نعم مدح ابوي ابوك انت فنان. معلومه لازم تعرفها ليه ما تحليها خدوده تحليه دوده
انت اصلك طيب وابوك زين سمعك كم طيبه وانت عدم بشين وايد شوي زين انت لك مش وجميل انت عادي يعني انسان طبيعي الحمد لله اخواتك يوجهون الماشي غير انت لا طاب طيبكم عاش حبيبكم الله يحفظك يا سعيد يعني لك في داعي والسر على ما وايه ترى اللي ضحك سوالف مغيه يعني الله يحفظك يا سر امورك انت بالاخص ابوي يي لك خصوصي عيوني هاي تيك يمنا قبل يسرى بيك يا والله يا ابوك لو تحت ظلت تغافه لو تحت قبل شوي كانت نقبة ولا حبة ولا هاي بديت كم كبرها عاد كانت عودة حبة العودة على الله يحفظك أكبر من السماء ولا يلا يا أخوان ها شو أبوي يوم هذا شو يتخذ مثال قاعد بعد يلا قبل شيء حليل حرام عليك تعال يلا يلا أبوكنا يتخذ مثال لا يا حبيبي انت تتحراني عنصري لا الناس ابوي كلها واحد ما يلا ما يبالي رمسه يا طالع يا صوره ترى صوره بعد كل ما في زين على الله يا ابوي لازم تعديل هو صوره عمي بس صوره عمي يا خالدي يلا ويا الخالدي والله هو نجم الامارات صراحه صور انت صورها طب جاك وين ابوي ها طب جاك وين بن 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 يوعان هاي صورة منو بالله عليك الحين؟ شيخ حمدان محمد الله يحفظه سباق الاردن هذا ما شاء الله وياك انت يا الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله يطول بعمارهم عندها بطولات واسامي مميزه في الخيول في الركاب الا انت بطولاتك يعني ما خذوا منك يا الله يحفظك يعني تسلم هذا خمير بعد الحين لازم اكله لازم تاكله يا رب حار هاللحظه ميوب يعني عمرك يعني عمرك عمر شعيب النبي يا حسين الله يطول بعمرك بس لا خليت منك بس حبيبي بس لا خليت منك بس ابوي بس بارك الله فيكم ان شاء الله بطعم منه من وحينا نزيد براكم وين زهرة مار هاي ستة عودة الدكيش وايدة وايدات الدكيش هذه واحدة من لا اسم الله عليهم دكيت المضيف يا بوكياني وين يا صصرة بقيت تريق لا اغتنم الفرصة وعزرت يا الله يحفظك يا سر سيف الشعفان الله يحييك لكن ما بتخيل شكرا على حسن الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وبارك الله فيكم كلكم مرة ما واحد دون عن الثاني من أصغر واحد شعفاري لين أكبر خاص لك يسمت انت ابوي صرايت الفريق انت ابوي انت البركه وخيب لابد من هالمويه بس عاد يلا بوس اخر حبه انا احبك يا رب بعد وحده هاي الله يحفظك الحين انت من ابوي تمام محمد نسيت انه ايوه انت ابوي فيك عرج العيد اي نعم زين بارك الله العين ابو ظبي ودبي الا واحد وكل هالامارات وحمدان عمي مشكور لا خليت منك عزيز وغالي مشكور على حسن الاستضافه ولسعة صدرك وانك قهرت رمستي هذه كلها يلا لكن غير ادعي عليكم من غلاكم ولا علي ما تهون انت غالي يحبك ربك تحب الكعبه ان شاء الله امين يا رب يلا اخوان حافظ كمال ابوي مشكور يلا الله يسلمك انتم اللي مشكورين لا والله شرفتنا شرفت البلاد والجميع كلهم يلا الله يحفظك كل نزلنا هذا ما قصر يا ابو قصر عنك الشر حبيبي لا يا ابو اذكر بعد جابين بعسى اي دايه تربوي بس ابوي شكرا 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 مشكورين لا خليت ابوي ها عق ابوي هني ها ما شاء الله تعق في طوي انت ها اقول لكم صدري يدفع بمحمل شكرا ترى ابوي حسين الشعفار قدم لي دعوه حق اسير وياهم يبي الخضر رواني صور اغرتني برويكم الحين من تليفونه كم من صوره المجموعه هذه منو بالله عليك العام سايرين هذا محمد راشد بن غدي والنعم محمد ملهوف
سيف الطاير النائب. وهذا طال عمرك سالم زين. والسعيدي ما حد؟ والسعيدي طال عمرك. لا السعيدي ما كان ويانا يعني. السعيدي نقصنا في الرحلة. لكن درجة الحرارة هني كانت تقريبا كانت درجة الحرارة. وهني حتى جايين قايلين من أجمل المناطق في الخليج العربي بصراحة اللي هي اليبل الأخضر. وعندهم فنادق هم فندق طال عمرك عندهم القليلة، وفندق جديد توه فاتح كملت يمكن 7-8 شهور، يعتبر من أجمل الفنادق. فايف ستار. فايف ستار. وحجرة كبار والفندق عود يعني كبار طال عمرك، وفي لوبي في مطعم انترناشنال، وفي فيلل نظام فيلل. فندق جميل. الفندق ضخم. الفندق ضخم طال عمرك. وفي يعني كم غرفة فيه تقريبا؟ تقريبا في حدود يمكن في حدود 80 أو 100 غرفة. لكن نظام فيلل موزعة. يعني وين أنسب وقت حق اليبل الخضر؟ طال عمرك من شهر 10 لين تقريبا شهر 5 أو 6. ما شاء الله أجمل وقت، أبرد وقت. وبعض الأحيان ينزل عندهم ثلج. عزمين ولا؟ إن شاء الله معزمين. السنة 4 أيام بنجلس بسير ويانا إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله جعلنا نحييه. وهذا ها مصك وياكم؟ مصك ويانا. الدليل كنت خب حيل محلب. محلب يمكن. خب حيل محلب. هذا في نص اليبل. أيوة. هاي مناطقهم. هذا الفندق. أيوة. هاي القرف. هذا الفيو اللي يطل على الوادي. يدخل الموقع هذا بوكينج. شو هو؟ booking.com. ايوه. لا ما هذا المكان ما له اسم. الفندق لا موجود. موجود فندق قليله موجود. هذا إيه. اسمه طال عمرك. هذا اسمه البلاد الجبل الاخضر. هي إيه. هذا من اجمل الفنادق عندهم هناك. ايوه. اوكي له الحمام هذا يبوك لخل. إيه. هذا كل حمام واحد. هذا كل حمام واحد. لو انا ما الله ما ظهرت فيه كم مره الا فيه. نعرف هالمعلومة. شو السواح اللي يجون هنا؟ السواح من كل أنحاء العالم يسيرون. أنا استغربت حصلنا من فنلند، من أمريكا، من نيوزيلند، من أستراليا. المهم الفندق هذا والآن فنادق أكثر عن فندق شيء. أكثر عن فندق، لكن تلقاهم يمشون في الوديان ويمشون على اليبل الأخضر، وكل واحد شال كاميرته. يعني شيء عجب. سبحان الله. الحين على الله يحفظك ساعة حانت ودائي. نحن نترخص. الله يطول عمرك. ترحم الله البركة فيك. ما قصرت. الدرية. عرفت بشوفكم. وتشرفت بالسلام والتحية على بنت خلفان الله يطول بعمرها، ومشكورين على كل شيء سويتوه من لكم لين كبيركم. هذا بيتك وزارتنا البركة نباها كل سنة وكل حول إن شاء الله. إن شاء الله أنت واللي يعز عليك. يا الله يحفظك يطول لبيت الحامل. مشكورين وما قصرتم. بارك الله فيكم. مع السلامة. أكرمكم الله. الله لا خلانا من هالشوف. لازم أعرف ترى ما سمعت القصيدة يوم قالوا في الجيمي مستجيمي ما مرت عليك؟ نعم مرت. قالوا في الجيمي مستجيمي وفي المعترض له بيت. في المعترض له بيت. تابع سكيك الجيمي يا حي من لاقيت، يتنادى من بلحاني ومن عبرت بجيت، حلب ومحلب وزعفراني على المناح الريت، ما خلط بشوراني له الضماير بيت، انهب المغرباني يا قلب شو سويت، ما عيب هما للعين. ها قالوا له. قالوا المعترض والجيمي يفدون سكن العين، العين المعمورة ترفور طبها زين، خب الخوص محظورة ما يدور تنبطين، ما تاخذ شهر منطورة مسقاية ببليين، اللي هن العين والداودين. يعني هي لازم الإنسان دائما يتحيز إلى مسقط راسه وإلى زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير. يعني الله يحفظكم. حين الساعة 11:30 متوجه من المزهر لين سيتي ووك. البارحة سرت وكانت السيرة حلوة، واليوم عاد وصل عيسى بن جليل وعزمته هو وربعه. هم كذي جايينها قبل
واستعزم والله، قال ان شاء الله اجل خاطرك بي، برغم اني كذي عينها، لكن قال لي حتى السيره العنوه لها مره ثانيه تستاهل العنوه. قال جيت توي عزت لي يا خير هاك اليوم نحن مستعيلين، وان شاء الله اليوم انه بنستانس اكثر، بتازم سهرتنا هناك وبنتسحر عندهم وبنرمس عندهم. قال لي بنرمس لين بسك، يوم بسك قلنا يلا. قلت ما تقصر يا ابو محمد. يا عاد ما شاء الله هو ربعه كلهم. يلا الله يطرح البركه. اقول لك الباحي لسه نحو 3 ساعات، للساعة 2:30 تقريبا 3 ساعات قاصر رب، لكن خطفا في الخيمه كانهن 5 دقائق. يويل وساير وياي وعالم وحركه وانا الاول شو اتحرى يوم يقولون خيمه رمضانيه وخيمه رمضانيه. مره تدخل مكان ادخنه وعجوار تنوحده، هذا حاط في بالي والله يا ابوك اني ما دريت. وتحرب غيم وزعيج وانغيج، ترى لا مكان هادي وموسيقى هاديه وما ادري كيف، يعني شيء وايد جميل والله. الموضوع يبني، وسرت البارحه واليوم بسير، ويوم ابوي حد بيدعاني ولا روحي بدع حد بسير ونص بعد. ليش انا عزل عمري عن العرب والاوادم؟ لا والله الروح تبغي عرق الارواح، هاكل الميذوم يعزلونه. لا والله مستوت الدنيا الناس للناس. وأني لا خيام الرمضانية ما. لا والله مثل الأسواق، سوق زين وسوق ما بزين، محل زين ومحل ما بزين، ومثل المطاعم، مطعم يتشاهد ومطعم ما يتشاهد. الحريم شيء من الحريم أبوي رمها يتشاهد، وشيء من الحريم رمها شرات ويها. شو التحرون أنتو؟ إنزين بس عاد عليكم من أوصل خيمة الليوان بسيتي ووك بسوي لكم سنابات وبنرمس لين هذا منه. يلا برايكم هذا. هاي يقول الدنيا أمهاتها، هذه الدنيا أمهاتها، خلق الله ما خلق. ما شاء الله المجموعة كاملة تبارك الرحمن، شباب ما أدري المكان تبارك الرحمن. مرحبا. هلا والله هلا هلا هلا. كان لولايتي هذا هو هادي فنان، ما في صدع ولا في ديان ولا في بندريج، هي ماشي المكان وايد فنان. زين محمد الحلي بيون وين بيجلسون؟ مكان ماشي ويتنج ليست. ويتنج ليست كله من بركاته. استغفر الله العظيم، بركات الله. هذا هاي يقول طر الجلبه، هذا طر الجلبه. تعيدون هذا؟ هذا عاد احسن مصور في الدنيا العوده، مصور فوتوغرافي مميز، محمد بن الدوله. مرحبا. ما بغيت اسكر بيني وبين ولد الدوله اللحينه. شو اسمه هذا؟ جعفر صالح. جعفر صالح. اول نزع ترصاد جعفر صالح. بعد يلبس مكثرة. ها يوم اقول لكم ابوي ما سووا لي انا شيء البارك. شوفوا هذا مثلا فالوده، وهذا دونت، وهذا كوكيز، هذا خدمة بيوت، خدمة بنات يعني مواطنات. فخيمة على الله يحفظهم ما شاء الله، خيمة الليوان مسوي كدعم للبنات التاجرات، يعني يشجعون البنات المواطنات في تجارتهم. شغلهم وايد زين، فأنا طعمت استعملت من البارحة، أو إني بطعم وحدة من هاي المضارب وأخذت هنتين، وكان طعمه فنان وغاوي. وهذا الباجي هذا. وجاسم حبيبي كل هالعرب يقولون لي متى انتم باقي لنا 10 ايام بيوجه في رمضان؟ ان شاء الله بنسكر الخيمه بعد العيد تاريخ 15/7. كيف يعني 15؟ يعني بنكون شغالين ما في محمد ايام العيد وعقب العيد. العيد شيء يعني خيمه؟ نعم اهم شيء. قول والله. نعم على الغداء والعشاء. ما شاء الله. ونستقبلكم. اللي بي في العيد في العيد في النهار وفي الليل شغالين؟ نعم. صدق والله؟ اي والله. لازم نستقبل الضيوف في دبي. تهلكون؟ الساعة 12 الظهر. في الليل الساعة كم تسكرون؟ في الليل الساعة 3 الصبح. صدق والله؟ اي نعم. في ذمتك؟ نعم. اشهدوا علي. زين، شو اسمك أنت؟ ريبال. اسمك ريبال؟ ريبال، مش ريبان، ريبال. ها، بعد ما قوى زين. هاي خدمتكم أنتوا؟ بقلاوة مالكم أنتوا هني تخدمونها؟ بقلاوة مال سريدان من أبو ظبي. محلكم هناك يعني؟ في عندنا محل هناك. في أبو ظبي. في أبو ظبي. سريدان هو تركيش ريستورنت موجود في ابو ظبي. ايوه مشكوري. اهلا وسهلا فيكم.
هلا فيكم في الشو وخيمة الليوان. انزين شوي شوي للزرعة على عمرك. شكرا. بصور شو البقلاوة بالايس. لا بصورك اول بادي انت وخلاف البقلاوة بالايس كريم. شايفينها في التلفزيون. انا وايدين خدمة. وين بعد هذه؟ هاي كمان سريدان. كمان شو؟ سريدان. سريدان يارك الله. هي سريدان. انزين تجي محشية الايس كريم العربي وسرفس بجنبه وان بول الايس كريم عربي مع يارك الله. شو اسمك انت؟ نبيل. نبيل بارك الله فيك يا نبيل. سهلا فيك. سلم على اهل سريدان ابوي كثير السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ايوه يقول لك انت زرعت الدوباي. هاي الدوباي تزرعت لين عينها ما شاء الله تبارك الرحمن. مايد الهامدي سلام عليك. عليك السلام. كيف وصلت حق هالمكان انت خيمة الليوان؟ بركه الريال طيب. يلا الله يحفظك يا مايد. الخيمة؟ والله جميلة الحمد لله. الحمد لله. أنا بعد أقول زينة. أنا بالبارح من جيت البارح وهي جاية تستلي. أنت ما تجي لين المكان زين. يعني تسلم. أودر عنك أنت. يا أصورك أنا الحين. أنت توك يوم حس وجهك من هناك. هذه غاوي اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. ليمونة. ما ظني. بعد شوي بعرفك. يلا. بعد حد يصور حد في الحمام بعد تغير نمونة. يا هالغلي. أنا تعال شو اسمك أنت؟ نعم. نعم. امس غلام اليوم بعد نفس الشيء ما في جديد. نعم اي لازم كل يوم اسم جديد. حب تقول ما قلت لك. يلا انت شو اسمك ابويا؟ خليفه. خليفه عوض المهيري. والله والنعم فيك خليفه يا من اهل دبي. والله والنعم. هذا انت مشروعك صح؟ هذا مشروعنا روسا بنتي وان. بنتي وان عباره عن شيء؟ والله يحفظك روسا بنتي وان طعمرك يعني شارع 71. نحن محلنا في سيتي ووك ويطل على شارع رقم 71. ايوه هذا حين منتجكم انتم. فهذا اللي تقدر تقول اكثر مبيعات. ايوه. فنحن شاركنا اخونا محمد هني وقلنا ان بنحط له هذا المنتج. هم حين هذا اللي عندهم من محلكم انتم؟ نعم محله هني قريب منهم دقيقتين بس. ايوه. وهان زي ها شو منتجكم؟ شو هذا وهذا هذا شو؟ تفضل. هذه كيكه الحليب بالزعفران. زين. وهاي طال عمرك من اكثر مبيعات عندنا. ايوه. فهي شيء مميز يعني. نعم مره من الاخر. ايوه. والباجيات شو هذه؟ هذه الكلاسيك. زين. هذه خطة الريد فيلفت وهاي خطة الثانية اللافندر. كلها. شو اللي أكثر عليه يل تمشي؟ هذه. ثانية. ايه. أيوة. هذه مرغوبة. هاي هاي منا وفينا. شوف أنت ايه. مقواك. أنت بكبرك مرغوب يا أبوك. على فكرة أنا سويت لك الإعلان هذا ترى لأني أنا أحب أشجع الشباب الفنانين المواطنين. هذه مب دعاية. هاي في حب الله يسمونها ولا لا؟ عطني شيء انت؟ لا ايه تحمل يا ويلك رمضان. ويهك ابيض يا ابو محمد. مشكورين مشكورين. جزاكم الله خير. مشكور يا ابو محمد علي. زين ابوي انت شو اسمك بارك الله فيك؟ مسلم مزروع. مسلم بن منو؟ مسلم بن احمد. والله والنعم والنعم. وانت ابوي؟ محمد راشد ميل. والله والنعم. عيسى بن عبد الجليل واربعته كلهم ترخصوا وساروا. ابوي بيرس انا وياك الفرق زين. هذا من ساعه الفرق زين. يلا ساعدكم ابرا. يلا يعيشكم برد لكم. السلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. زين انت اسمك هند صح؟ صحيح. ما شاء الله ما شاء الله عليك. هند باريتين هالخيمه هاي؟ من اول ما شو اللي يوزلك الحين فيها انت؟ شو اللي عايب انك اكثر؟ شرح وايد شرح. شرح وتحسي بها نظيفه. كانك جالسه في بيتك صح؟ صح كانك في بيتك. ما شاء الله. هند ايش قال عرفت المكان؟ عن طريق زميلاتي والله اشهر الاداره على الترتيب والذوق كله. فنان وايد جاي يزلك المكان وايد لهالدرجه؟ زين صبري صبري صبري. انت عندك ريل؟ ليش هالحراج؟ لا ماشي ريل. سمعوا الله يعطيك الريل. ليش تبيني امسح الكلام هذا؟ لا امسح ولا شياته. يمكن يظهر لك ريل؟ وايد يجي طلبات الحجم هذا والله ناس اذواق. شو اسمك وانت شو اسمك؟ انا اسمي عارف. وانت؟ عارف. ما شاء الله كيف الحين شلابكم في هالمكان؟ احنا ينا لان انت توصيت المكان والمكان طلع نفس وصيتك. فنان ولا فنان؟ توني انتم بعيد؟ انا صورتك من بعيد. ما سمعت بالغرامه اللي الحكومه مسوت لنا 200 ولا 250000؟ ما تروعون؟ لا لا ما نروح. خليفه انت ما اخ انت عباره ولدي. الله يحفظك. خليفه انت شاب وناجح كيف مو مولك بيزات مولك؟ وين جبت بيزات؟ انت ولد صغيروني.
صحيح. من وين لك راس المال؟ صحيح. محل في السيتي ووك هو بهالديكورات. بعدين بيقولوا لي كيف عرفت الديكور؟ شفت ابوي الموقع ماله في الانستغرام وشفت ديكوره وعلمه وخبره وترتيبه كلش. والمكان كلاس وراقي فن. ما بقول اسمه انا ما يخصني يا غير بسيل الخلاف. خلاف على الفاقه وبطالع شغله وترتيب. موقع مميز وفنان. لكن ابوي هذا جايب نطه ونطيطه بمبالغ. وين لك البيزات؟ بخبرك خبرني الصدق. نعم. منو مولك؟ طعمرك في عندنا في دبي بغرفة صناعة تجارة دبي مبادرة اسمها تجار دبي. هي حلو. هاي للناس زين. هاي للناس ياخذون الفكرة ويدرسونها وبالتالي يشوفوا اذا انت كفى يعطونك تمويل مالي ام لا. فانا نجحت في الاختبار. وانت من وين جبت الخبر؟ انت صغير في السن. صحيح. زين. الاجتهاد والاعتماد على النفس له جزء كبير في هذا الموضوع. فمع الاجتهاد على النفس مع المثابرة الحمد لله قدرنا نقنعهم بتمويل مشروع في منطقة في دبي معروفة جدا. وفي النهاية سبحان الله أنت الإنسان من يجتهد الله يوفقه الحمد لله والله يرزقه. ودائما نحاول نشجع أخواننا وأخواتنا في هذا الموضوع. أنت لا تعد لا تقول شو اسم الدكان ولا شو علمك شو خبره. ها مالك مال الحلاوة. صح. مال الكيك يعني. نعم. إلا أنا شفته بس يسد ما بلاد ما خبر به. أنا مع الوقت دوما يانا سيتي ووك انشف عندي فرصة وخطة ريلي خطوات قدام المحل. اوعدك في المستقبل بعد شهر شهرين ثلاثة ستة العلم عند الله اني يدخل وطالع سامانك وطريقة تصنيعه وخدمته ويسد ان مشروعك مشروع وطني 100% بدعم وطني وانت شاب قدامك مستقبل. يعلى الله يحفظك ويرزقك. ها ابن الدولة بس عليك ابوي من هالمغازل بس عليك يا رجل عيونك شوي بتطيح داخل التليفون. ريت والقط لكم ابوي هالريال الفنان فنان الامارات اللي هو فنان فايز السعيد والله بركه من ساعه اشوفه ساعه الريال بعد ما ادري شو اسمك ابوي بسام الترك. بسام الترك المخرج. المخرج ما شاء الله عليك. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. شحاك لا خليت منك. الله يسلمك. يا هي صدفة يا هي صدفة. والله صدفة يا الله. ترد الروح. أنت يا أبوك شوفك طولك يسوى 10 ريايل. الله يطول. فناننا الغالي شيء جديد للعيد شيء متى؟ إخراجا ولا غناء؟ غناء ومناسبات ومناسبات. الله يفرحك إن شاء الله مثل ما تفرح جمهورك ويسعدك إن شاء الله مثل ما تسعد مشاهدينك. الله يطول. وعمرك وعمرك لا خليت منك.